الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها، آمين. في نبوة رائعة أشعياء النبي بيقول لصهيون، وصهيون دي هي كل نفس فينا، في الإصحاح 60 من سفر أشعياء بيقول لها كده وبيخطب كل نفس فينا ويقول لها: قومي واستنيري لأنه قد جاء نورك. قومي واستنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك، مجده عليك يرى. وإحنا عايشين في فاعلية قيامة رب المجد يسوع المسيح طول أيام 50 المقدسة، وإحنا النهاردة في الحد الرابع، وزي ما أنتوا سمعتوا أن المسيح بيعلن عن نفسه أنه هو النور، يقول لنا كده: سيروا في النور والنور معكم زمانا يسيرا. أنا جئت نورا للعالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. فمن ضمن مفاعيل القيامة المهمة جدا في حياتنا إن إحنا نستنير فننير، إن إحنا نشوف ونشوف التانيين. عشان كده القيامة كلها في طقسها وفي قرايتها وفي ارتباطها مرتبطة بالنور. برضك أشعياء تنبأ وقال كده: الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما. الظلمة دي هي الخطية، هي الكآبة، هي الحيرة، هي الحزن، هي الخوف، هي الفشل، هي الإحباط، هي الدينونة، كل دي الظلمة. والجالس في الظلمة يعني اللي مستقر فيها، اللي أفكاره مضلمة ومشاعره مضلمة وسلوكياته مضلمة. عشان تملي كده تبطل في الليل تكتر الخطية، والناس تحب الليل وتسهر طول الليل عشان محدش شايفها فتعمل الخطية. فالدعوة اللي الكنيسة بتقدمها لنا من خلال النور إنها بتقول لكل نفس فينا: قومي، قومي من الضلمة اللي أنت فيها، قومي، خدي قوة القيامة. وقوة القيامة هي إنك تستنيري، تشوفي صح، تشوفي العالم صح، وتشوفي الناس صح، وتشوفي ربنا صح، وتشوفي نفسك صح. لأن في أوقات كتير احنا بنفتكر نفسنا شايفين وعارفين وفاهمين، بينما في واقع الأمر احنا عميان. ويا بخت الإنسان اللي يدرك الحقيقة دي انه مش شايف حاجة ولا عارف حاجة، لأن اللي يحس انه أعمى هو اللي حيطلب النور. أحد الفلاسفة كان كفيف ما بيشوفش، فلقوه مرة ماشي في السكة بتاعته وماسك مصباح، فضحكوا عليه: إزاي أنت أعمى وحياتك كلها ضلمة وماسك ما أنت مش هتشوف النور، ماسكه ليه؟ هي ضلمة ضلمة. فابتسم كده وقال لهم: أنا ماسك المصباح مش عشان أنا أشوف، عشان اللي حواليا يشوفوني ما يخبطوش فيها. اللي عاملين نفسيهم إنهم مفتحين وشايفين ما يخبطوش فيها. فالكنيسة بتقدم لنا الدعوة دي: قومي واستنيري لأنه قد جاء نورك. والنور ده هو شخص المسيح. عشان كده في طقس تمثيلية القيامة بنشوف الكنيسة كلها بتضلم، وفي لحظة إعلان القيامة الكنيسة كلها بتنور. وحتى يوم السبت بنسميه سبت النور.
لأن مش بس النور بيطلع من قبر المسيح في يوم السبت، لكن في واقع الأمر إن المسيح يوم السبت ده كان فين؟ في الجحيم. الجحيم ده اللي هو عمق الإيه؟ الضلمة. لكن هو نزل إلى الجحيم وأضاء على اللي كانوا عايشين في الضلمة واللي كان ليهم رجاء في المسيح، وطلعهم للنور. النور ده هو اللي يفرح الإنسان ويبهج قلب الإنسان، لأن الضلمة تجيب كآبة للإنسان. النور ده هو اللي يرشد الإنسان ويوريله السكة فين. لما يبقى الإنسان ماشي في الدنيا تايه، مش عارف يمشي يمين ولا شمال، محتاج للنور. المسيح أعلن كده على نفسه: أنا هو النور الحقيقي، وكل نور غيري غير المسيح هو نور غير حقيقي، نور مزيف. لما بيحاولوا في صلاة الرأس ينوروا أنوار ويطفوا ويعملوا ده مش نور حقيقي، عشان يربكوا الإنسان يدوخوا الإنسان، ده مش نور حقيقي. لكن النور الحقيقي هو اللي يفرح، النور الحقيقي هو اللي يرشد، النور الحقيقي هو اللي يخلص الإنسان من كل ضلمة جواه. فعشان كده بيقول لها: قومي واستنيري، لأنه قد جاء نورك. المسيح بيشرق بنوره، ومفيش نور غير الله. الله هو نور وساكن في النور، وتسبحه ملائكة من النور. كان الحاجة اللطيفة جدا ان اول حاجة ربنا عملها في الكون في اليوم الاول كان النور. ليكن نور، لان من غير النور محدش هيفهم حاجة ولا هيشوف حاجة ولا هيبقى في معنى لأي حاجة. في نور، واليوم الأولاني الله أوجد فيه النور. طب واليوم الأولاني ده تفتكره كان يوم إيه؟ حاجة العجيبة برضك إن اليوم الأول في خلقة العالم كان يوم حد، لأن يوم السبت اللي هو اليوم السابع ده اللي فيه الله إيه؟ استراح. فاليوم الأول هو يوم الحد، عشان كده كان لازم المسيح يقوم يوم الحد ويشرق بنوره على كل البشرية. قومي واستنيري، لأنه قد جاء نورك، ومجد الرب أشرق عليك. مجرد رؤية ربنا كده تفرح القلب. المسيح ده شمس البر اللي لما تشرق علينا الإنسان يبتهج ويتهلل. وده اللي حصل مع التلاميذ، إنه مجرد ما شافوا المسيح ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. قومي واستنيري، لأنه قد جاء نورك، ومجد الرب أشرق عليك. ولما ربنا كده بنوره يشرق علينا، يجي يقول مجده عليك يرى. الناس تشوف مجد ربنا ايه فينا. عشان كده تشوفوا الاباء اللي عاشوا ربنا واختبروا ربنا وتمتعوا بقوة تلاقوا وشهم منور، في اشراقة الله عليهم. ففاعلية القيامة ان ربنا عايز ينورنا، ينور علينا فننور احنا كمان للتانيين. اذا كان هو النور الحقيقي اللي بيضيء لكل انسان اتي الى العالم، فبيقول لنا برضك: فليضئ نوركم قدام الايه الناس.
مش كده في فرق بين انك تشوف واحد تفرح بيه وينور عليك وبين واحد تشوفه تسبب لك غم وكآبة وحزن وإهانة وإحباط. الأولاني ده لأن ربنا فيه، التاني ده لأن الأنانية والشر والخطية هي اللي متملكة. مش كده يفضل يعمل مشاكل كتير. لكن هي فاعلية القيامة إن الله يدعونا لهذا. قومي واستنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك، مجده عليك يرى. فربنا عايز ينور لينا، ينور مشاعرنا عشان ما تبقاش فيها مشاعر ضلمة من بغضة أو كراهية أو حسد أو احتقار أو إدانة أو أفكار سوء ظن، سوء الظن والخيالات الوحشة. ينور أفكارنا، ينور سلوكياتنا، نعيش في النور لأن احنا أبناء النور. حتى الكنيسة كل يوم بالليل في تسبيحتها كده في نص الليل في وسط الضلمة بتاعت العالم تقول لنا قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات. طب ازاي انا اخد النور ده هوت في حياتي؟ ازاي حياتي انا استنير ونور؟ اول حاجة مفيش نور غير المسيح. عشرتي وعلاقتي اليومية بالمسيح، صحبيتي مع المسيح. المسيح يشرق فيا وينير داخلي وينير أيضا خارجي. عشان كده اللي جاي النهاردة علشان المسيح هو ده اللي يقدر ياخد النور. لكن اللي جاي لأي غرض آخر غير المسيح هيلف حوالين نفسه. فالمسيح هو النور، عشرتي مع المسيح هي اللي تخليني أنور. تاني حاجة كلمة المسيح. المسيح بينور لي من خلال كلمته. يقول كده في المزمور: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. الإنجيل ده وصية ربنا هي اللي ترشدني وهي اللي تنور لي. ولما عيش أنا وصية ربنا مش بس أعرفها ولا أتكلم عنها، لا أعيشها. أنا أخد استنارة وأنور للآخرين كلمة ربنا. مش كده أهمية الإنجيل بتاعنا اللي احنا بنهمله؟ طب ما احنا هاملين الإنجيل، مش فاضيين، ملناش مزاج، مش بنفهم، يعني بلاش كلام، درس كتاب ايه وهباب ايه، يعني عايزين نتبسط نضحك كده نفرفش ونعمل اللي عايزين نعمله، هو ده اللي يفرحنا. هتفضل حياتنا في الحزن لان احنا هنفضل في الضلمة. الإنجيل المفتوح مش مفتوح نقعد نتفرج عليه، لكن مفتوح يعني بيننا وبينه عشرة، بنتغذى بيه. الإنسان اللي بياكل كلمة ربنا هو الإنسان اللي ينور، هو الإنسان اللي يفرح. لكن اللي يهمل كلمة ربنا ده صعب إنه يستنير وصعب إنه ينور. المسيح بيقول لنا النور معكم زمان يسير، مش هيفضل كتير. ولما قال لهم الكلمتين يكمل كده يوحنا يقول: فمضى وتوارى عنهم. الكنيسة بتقول لنا الآية دي النهاردة لأن الأسبوع الجاي هيبقى فيه عيد الصعود، المسيح هيختفي، فالحق الفرصة. بولس الرسول هو بيتحكم قدام فيليكس الوالي
فيليكس ده يعني اللي في ايده السلطان والعظمة والأبهة وكل حاجة، جاي حاكم بولس، فبولس سابه من محاكمته، يعني مش هيدافع عن نفسه ولا هيحامي عن نفسه ولا ما كانش همه نفسه. لكن بولس اتكلم عن ثلاث حاجات قدام فيليكس الوالي، اتكلم عن البر والتعفف والدينونة، ثلاث كلمات. البر يعني الصح، الحق، العدل. وفيليكس ده كان إنسان ظالم، ما كانش عادل، كان كل شوية يجيب بولس يحاكمه، وكان مستني ان بولس يدفع له قرشين ويطلعه، لكن بولس كان مخه مقفل ما دفعش. فبولس بيكلمه عن الصح، عن الحق، عن البر، وفيليكس ايه؟ ظالم. كلمه عن التعفف، التعفف يعني ضبط النفس، وفيليكس ده كان إنسان شهواني، كان ماشي بمزاجه لدرجة إن كان حتى زوجته كانت أخته، كانش ضابط نفسه. فبيكلمه عن التعفف وضبط النفس وهو غرقان في النجاسة وفي الخطية. لما كلمه عن البر والتعفف قال لو الإنسان فقد البر الصح والحق والعدل وفقد التعفف وعاش في النجاسة، لازم هيبقى تحت الايه؟ الدينونة. ففيليكس اللي بيحاكم بولس سمع بولس بيتكلم عن الثلاث حاجات دول، البر والتعفف والدينونة، فيليكس الايه؟ اترعب لما اكتشف انه بعيد كل البعد وان عليه دينونة. فبدل ما فيليكس يستفيد بالنور اللي قاله بولس في كلمة ربنا، اترعب صحيح، بس قال له طب يعني اذهب دلوقتي، امشي يعني دلوقتي، ومتى وجدت وقت ايه استدعيك، ولما يبقى عندي وقت هبقى اجيبك تكلمني عن الحاجات دي تاني. طبعا راح بولس وايه مرجعش وما لقاش الوقت، لانه النور معكم زمان يسير. فوقت كتير انا بواجه نفسي والوحشه اللي جوايا والغلط اللي انا عايشه، بس اقول مش دلوقتي، مش هنصلح دلوقتي، لما نعيش لنا يومين، لما نكمل اللي احنا عايزينه، لما نتمتع. فالمسيح يقول لنا النور معكم زمانا يسير، قليل مش كتير. الفرصة لما بتعدي أوقات كتيرة إيه؟ ما بترجعش تاني. فعشان أستنير أنا محتاج كلمة ربنا، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. وعلى قد ما بهتم بكلمة ربنا اهتمام حقيقي، على قد ما باخد قوة القيامة والنور يشرق فيا. حاجة التالتة اللي أقدر أخد منها وبواسطتها النور، كنيسة. عشان كده الكنيسة تملي يشبهوها بالمنارة أو بالسراج، بس الكنيسة الصح اللي أنا جاي عشان الكنيسة لهدف صح. التسبيح اللي في الكنيسة يخليني أنور، يفرحني. عشان كده في مزمور النهارده يقول قوتي وتسبحتي هو الرب وصار لي خلاصا. لما بنيجي نسبح في نسبح مش نتكلم ونتفرج على بعض، لما نيجي نسبح ننور. لما الكاهن بيفتح ستر الهيكل ويكشف لنا عرش الله بمحبته ونور الله يشرق علينا، الحركة مش حركة مجرد حركة طقسية يعني يلا هنبتدي، لا، ده احنا بنفتح الباب للسماء عشان النور يشرق علينا. لما بنصلي، لما بنسبح، لما بنخدم،
لما نتقدم لسر التناول ده، سر الأسرار، النور اللي بيشرق فينا، بس لما بنمارس الحاجات دي عن وعي وعن استعداد وعن فهم وعن جهاد، مش تأدية واجب ولا سد خانة، النور ينور جوانا فتفرح قلوبنا. المسيح هو النور، كلمته هي النور، كنيسته هي النور. فالمسيح بيقول لنا سيروا في النور لئلا يدرككم الظلام. أشعيا بيصرخ بأنت يا رب جاي تقدم النور ده لينا، بس يا ترى مين اللي يقبل النور ده؟ عشان كده المسيح النهاردة بيقول لنا آمنوا بالنور. آمنوا بالنور يعني إيه؟ صدقوا في النور ده وخدوه لحياتكم فتصيروا أبناء النور. لأن أشعيا عمال يصرخ بشدة ويقول في أشعيا 51، قال لربنا كده استيقظي 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 يا ذراع الرب. يا رب اعمل حاجة بقى في الوحشة اللي احنا عايشينها والظلمة والضياع اللي احنا عايشينه. فقعد يصحي ايدين ربنا، استيقظي استيقظي يا ذراع الرب، اعمل حاجة، مد ايدك يا رب اشتغل. في اصحاح 52 راح ربنا كشف عن عينين اشعيا وقال الرب قد شمر عن ذراع قدسه. شمر ذراعه يعني ايه؟ هيشتغل. فترى كل اطراف الارض خلاص الرب، يعني ابعد واحد في الارض يقدر يشوف عمل ربنا. ترى اطراف الارض خلاص الرب، ده ربنا مشمر دراعاته بيشتغل. وده في اصحاح 53 على طول قال بنغمه حزينه يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب. مين اللي صدق اللي انا شفته واللي انا اعلنته؟ مين شاف ايدين ربنا متشمره وشغاله؟ احنا سمعنا عن ربنا النور اللي عايز ينور فينا، مين اللي هيشوف؟ مين اللي هيصدق؟ مين اللي هيعيش؟ مين اللي هيختبر؟ عشان كده يقول الآن وقت مقبول واليوم يوم خلاص. المرأة السامرية قال لها تأتي ساعة وهي الآن، مش بكرة، مش بعدين، مش فاضيين، مش مستعدين، الآن. الآن قومي واستنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب عليك يرى. مجد الرب أشرق عليك ومجده عليك يرى. لعل صرخة أشعياء لسه ما زالت موجودة، يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب. الخبر الرائع للمسيح بيعلنه، ما جئت لأدين العالم بل لأخلص العالم. المسيح مش جاي عشان يدني ويدينك ويدينك، المسيح جاي عشان يخلصنا. طب والدينونة دي هي ايه؟ الظلمة. المسيح جاي ينور علي وعليك وعليكي. ما جئت لأدين العالم، ربنا مش واقف مستنلنا على الغلطة، لكن ربنا عايز يشرق بنوره علينا، يطلعنا من الظلمة إلى النور. ما جئت لأدين العالم بل لأخلص العالم. عشان كده كلمته هو الكلمة اللي أرسلها الآب إلى العالم عشان تشرق على العالم بنور المجد والخلاص
لربنا المجد دائما أبديا أمين.